أهلا زاد. 14 دقائق على FM، هذه ساعتنا الثانية من سبور ماكس، مازلنا مواصلين معاكم حتى للخمسة نتاع العشاء. بعد شوي باش نحكيو على الترجي التونسي للانتدابات، قدوم فاروق بن مصطفى للحديقة ب، فما أسامي أيضا مرشحة للعودة للترجي الرياضي التونسي. قبل هذا كل نرجع على الموضوع الأهم والجدال الكبير في الساعات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة، صراع الجامعة التونسية لكرة القدم والوزارة، وزارة شؤون الشباب والرياضة والإدماج المهني، وتقرير هيئة الرقابة. التقرير اللي ذكر أنه سيذكر عفوا في تدوين ياسين العياري أنه سيتم ترجمته للغة الإنجليزية. محمود البارودي خذ على عاتقه ترجمة التقرير هذا، وسيتم إرساله للفيفا. يا طارق يا عصادي، إيش تعرف على الموضوع طارق أنت؟ فيها تطورات جديده تقريبا، انه محمود البارودي نعرفه نحن وجه رياضي وسياسي، كان زاد رئيس جمعيه جرومبالي الرياضيه، دخل في صراع معلن، معناتها بوجه معناتها معلن بشكل جلي مع وديع الجري، كان اختفى نسبيا عن الصوره لالتزامات سياسيه تقريبا في السنوات الفارته، لكن كان ديما ينقذ بصراحه العباد اللي كان ديما معارضين للمنظومه الرياضيه الساده في تونس. في خطوه جديده انه اليوم تقريبا فما حرب حقيقيه، تو ما عادش ممكن ثم عباد تصنف انه في الجامعه فيها نوع من الفساد، فما الجامعه تدافع على نفسها تقول انا كل شيء موثق عندي وما هو مجرد الا لوم، ما عنديش اخلالات معناتها فظيعه كما يتم تصوير ذلك. في الاثناء كل نهار معناتها نتفاجئوا بتطورات جديده في الموضوع اللي ظهر لي باش يغير برشا من المشهد الكروي في تونس. اكيد، ولمزيد من الاستفسار والتفاصيل معنا مباشره محمود البارودي. مرحبا. مرحبا بك جلنزة، مرحبا بطارق، مرحبا بوسامة، مرحبا بخالد، مرحبا بكل مستمعي اي اف ام. اش خليني نقول لكم؟ زميل راهو على فكرة محمود بارودي يخدم معنا لهنا. مرحب بك في كل وقت. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. مع السي وليد عملنا بعض الحلقات، وانت كنت تحيا ليه وليد، او لهنا وليد عنده راسين كاري جونيور، بعد تنجم تخدم معاهم زاد راسين كاري جونيور. خويا قويين عليك، خويا عليك. محمود، تقرير هيئه الرقابه اللي انت متكفل بترجمته للغه الانجليزيه قبل ارساله للفيفا، هذا اش قال في تدوين ياسين العياري، وين وصلت العمليه لحد الان؟ ايوا بربي باش يكون واضح، راهو الترجمه مانيش قوي انا في الانجليزيه، نفهم شويه في الانجليزيه ولكن مانيش قوي، ولكن انه خذينا لانه تعرف الترجمه مكلفه، معناتها في 220 صفحه، هذا 215 صفحه، فانه تكفل انه حسبه ذي محمود. حسبه نعم، برشا فلوس حسبه، حسبه فيها فوق 7-8000 دينار، معناتها هذاك علاش توا ان شاء الله متشاركين برشا وخيان، والحمد لله معناتها مازال خير في الدنيا، انه التوانسه يحبوا يفهموا معنا في الترجمه، معناتها وهي دعوه للي يحب يعاوننا، كان فما مترجم محلف يسمع فينا اليوم انه نجم يعاوننا برشا، كان يلقى مع الاقل سوم باهي، لانه تعرف 7-8000 دينار في الوقت هذايا ومع الكورونا والخدمه طايحه وكل شيء تولي صعيبه الحسبة الحقيقه. دونك نوجه لهم اللي مترجمين محلفين اللي مستعد انه يناظر معنا في سبيل القضيه هذيا، انه يعاوننا وما يدخلش علينا. او الجامعه عندها فائض مالي سي محمود. الجامعه عندها فائض مالي تستعملوا فيها اشياء اخرى الحقيقه، لازم نلعبوا به رهانات في بلدان اجنبيه شقيقه وصديقه، ويعملوا يلعبوا الماتشات كما هم يحبوا، لانه الحقيقه ماهيش اول مره مع تصير، احنا جبدنا في برشا مرات انه كنا راهو فما رهانات مشبوهه، فما مقابلات وقاع بيعها وشرائها واتلعبت عليها اموال طائله، نحب نذكر انه فما مقابله من المقابلات نعب عليها فوق 88000 اورو في مدينه نيس. صحيح انا تو نستبق الاحداث، هو السي وديع باش يتكلم وباش يكون غدوه في برنامج وحش الشاشه، كان الوافي وحش الشاشه، كان الوافي يقول هذايا مش صحيح وعلاش ولدي وكيفاش يجبد ولدي، انا نقول له بون مع الاسف هو ولدك مجاري فاكسيني، ولكن وقت اللي تصبح الامور متعلقه بالجامعه وتهريب الاموال فانه احنا ما نجمو كان ندوا بالاشياء هذيا، وان شاء الله باش نعطيوك الدليل القاطع على قريب، احنا سمعناك تكلمت في مساله انه ولدك ما عنده حتى علاقه، احنا باش نعطيوك بالدليل والبرهان انه مع الاسف هو ابنك العم فهل الواحد هذايا، وطلعت النيس وحاولت تخرج وخرجت من النيس اللي هو كان يقرا وهزيته لندرا، هذايا الكل تنعطيه للراي العام خلي يعرف، لانه مغطاه اصبحت مفضوحه ومكشوفه، والتجاوزات الماليه اصبحت خطيره وخطيره جدا، انا اقول معناتها الفلوس هذه كيفاش لعبت لمين؟
باش يبينوا لكم زاد بالبرهان والدليل وهذايا فلوس المنتخب الوطني والمقابلات الوديه اللي يلعبها المنتخب الوطني في ال 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 قبل معناتها المونديال سباق كاس العالم بطبيعة الحال، ومنهم مقابله تلعبت في مع كوستاريكا في نيس والمداخيل نتاعها ما لينهاش دخلت الفلوس وما لينهاش وين مشات معناتها. هذا وارد في التقرير محمود؟ هذا وارد في التقرير؟ لا لا نحب نذكر في حاجه راهو التقرير هيئه الرقابه الماليه تعمل بطلب من مجد ولين الشارني يظهر لي بداوه 2018 معناتها في اوائل 2018 هو تقرير على فترة 2010 حتى في ظل 2018 2017 آخر 2017 وبالتالي فإنه ماناش باش نلقاو فيه المعطيات الجديدة وين هي سبب العركة راهو إذا تحب تو أنت بين رئيس هلال الشابة والجامعة التونسية لكرة القدم هي مسألة التدقيق في حسابات الجامعة اللوديت هذا هو سبب والاشكال الحقيقي. انت طلعت محمود على التقرير اكيد راك طلعت عليه شنو فيه ربما هل فيه تجاوزات ذكر انه فما تجاوزات من الجامعه التونسيه لكره القدم ورئيسها وديع الجري. بطبيعه الحال في تجاوزات معناتها تقع تحت انت الفصل 297 المجله الجزائيه معناتها يتحاسبوا عليها المسؤولين عن الجامعه واللي معناتها فيها تجاوزات بالجمله. كيما مثلا اعطينا امثله. مثلا مساله الادويه مثلا مساله الادويه اللي نشريوها من نفس الصيدليه واللي بعد ما نلقاوش محاضره ثلاثه الادويه هذيا واللي بمئات الالاف من الدينارات ونسمعوا بعد انه فما قضيه مفتوحه بتهريب الادويه هذيا للشقيقه ليبيا وتغلينا الظروف بتاع الحرب في ليبيا باش نهربوا هالادويه هذيا عن طريق الجامعه التونسيه لكل قدم معناتها الجامعه اصبحت متورطه في تهريب الادويه وتبييض الاموال معناتها ماهيش مساله متجاوز معناتها تتجاوز مساله التجاوزات الماليه اصبحت مساله معناتها جزائيه بحته وهي موجود معناتها جزء منه في التقرير انه كيف ناخذ من الفارماسي بركه من عند فلان بركه هي الفارماسي موجوده في المحمديه دركو احنا الجامعه مقر الجامعه يدور في المنزل ووقت اللي نحسبوا الاعداد الصيدليات الدايره ان كيلومتر كاري يظهر ولا دو كيلومتر كاري في المحيط بتاع الجامعه نلقاو فوق ال 20 صيدليه موجوده معناتها ونلتجئوا للصيدليه هذه لانه نعرفوا العلاقات الموجوده بين الاخيان اللي موجودين ما نعرفش هنا في الجامعه والصيدليه هذه وكيفاش الصيدليه هذه تتعاطى مع صيدليات اخرى ويقع تهريب الادويه للشقيقه ليبيا معناتها. سي محمود بالله يا سي محمود سامحني باش ما يكون مش ما حتى الراي العام والعباد تسمع فينا يتقال انه معناتها كما في البوكس معناها حاطينا في الرينج الفيدراسيون نتهموا فيها فما خلينا ننقل شويه ردود افعال علاش اذا صار هذا من 2018 تقرير وغيره 10 8 سنين اللي تقريبا يشمل حتى المكتب اللي قبل سي وديع الجري علاش صار التعتيم والتكتم على الشيء هذا لانه فما اطراف نافذه على الاقل قضائيين او سياسيين ولا حاجه تغطات على التجاوزات هذه خلينا نقولوا المزعومه الى حد اللحظه خاطر مازال ما شفناهاش نمشيو بمبدا حسن النيل المتهم بريء شكون يتكتم على سي محمود حكايه هذه وانت سرتو كنت في قلب المنظومه معناتها كنت اكتر برنسيبال كرئيس جمعيه ومعناتها كان عندك حضور وكان عندك صراع زاد ديجا مع وديع الجري. صحيح نعطيك مثال بسيط معناتها مثال بسيط باش نوضحوا للراي العام فما قضيه معناتها اللي هي زاد تقع تحت الفصل 297 المجله الجزائيه وقع رفع قضيه معناتها انه في هيئه في تقرير هيئه المراقبه قالوا غيره يقع تحت القانون لابد من حاسبه يتفتح تحقيق عن سيد وكيل الجمهوريه وتبعث الشكايه هذه تتبعث للقاضي التحقيق باش يحقق فيها. قاضي التحقيق راه انه بون فماش تجاوزات مساله المطبوعات هذه وفما برشا فلوس وما لقيناهاش في الجامعه معناتها. قاضي التحقيق يقول يقفض الملف. النيابه العموميه عوض انه تستلف وهذه دورها انه تدافع على مصالح الدوله النيابه العموميه بالاساس النيابه العموميه لا تستانف راحت من البحث. شكون نلقاو مع الاسف شكون نلقاو هو وكيل جمهوريه في القبه القضائيه المالي وقتها نلقاو سي علاء الحومه هو الوكيل الجمهوريه لا يستانف لماذا علاء الحومه لا يستانف انا نزه على كل حال بطبيعه الحال ولكن كان ينجم يستلف القرار علاش ما استلفش؟ لانه علاء الحومه مع الاسف هو رئيس لجنه الروح الانضباط والروح الرياضيه في الجامعه التونسيه لكره القدم هذا ضرب المسار بعد كيفاش انت اليوم رئيس لجنه الانضباط والروح الرياضيه هو وكيل الجمهوريه المكلف بالقضيه معناتها في الخصم والحكم الخصم والحكم تعرف انت انفانتينو وقت اللي جدوا له على التجاوزات الماليه وفتح البروكيرور نتاع سويسرا فتح بحث
صوروه نهار يعمل في قهوة معاه، كان بي يقرأ معايا لو ملي كنا صغار يقرأ معايا. بعد تفتح بحث في وكيل تم البروكيرير هذايا وفي انفانتينو بخلاف القضية دي موجودة، وبعدوها البروكيرير هذايا على القضية اللي شاد على انفانتينو وجاب واحد آخر. هذايا في العالم متقدم يحترم نفسه. احنا ما عندناش مازلنا معاه، معناتها اليوم تحكي لي على القضاء النجم كل شكون يحمي فيه جزء كبير من القضاء، اجزاء سياسيه معناتها، وخليني نقول الاطراف السياسيه مسيطره على القضاء اليوم في تونس مع الاسف مازالت تحمي فيه، مازالت تحمي في الجامعه خليني نقول، والا تحمي في التجاوزات اللي موجوده اليوم في الجامعه. انا تتذكر المقابله الشهيره في سبيتلا بين سبيتلا وقرنبالي الرياضيه، يخرج في كريم الهيني يقول راني كلمت الحكم وكلمت وراي منظومه وراني شاري 50 ماتش وراه ودرا شنو، مع الاسف يتفتح تحقيق ويتسكر، مازال ما تسكرش والحمد لله، لانه احنا باش نمدوا القضاء بمعطيات خطيره وخطيره جدا. على اللي صار نهار 6 نوفمبر تذكر، هو اليوم الشهير هو 6 نوفمبر، كيفاش بدا 6 نوفمبر؟ اجار الجلسه العامه نتاع تنقيح القانون الاساسي للجامعه التونسيه لكره القدم. وقت اللي انا معناتها ما قبلتش ببعض التنقيحات الموجوده، هزينا الورقه الحمراء واحد، بعد نهارين نلعب مقابله في سبيتنا مع الاسف نلقى انه اعضاء الجامعه يتصلوا بحكام، ونلقى حكام يتصلوا برئيس سبيتلا، ونلقى معناتها العصابه الكل، وان شاء الله باش نعملوا ندوه صحفيه على قريب باش نكشفوا فيها خطوط هالمؤامره هذه بالاسماء بالحكام بمراقبي المقابله باعضاء الجامعه اللي اتصلوا بال 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 بالحكام بالمنظومه كيفاش صارت، معناتها لانه مع الاسف تفتح تحقيق وبعد يمشي واحد يقول والله راني مهبول، انا على غالب قلت كلام هذا في الاحاد الرياضي وراني تعرفت انا ومرتي وراني غالب، مش صحيح الكلام هذا يزيونا، معناتها توا فما تجاوزات بالجمله فيما يتعلق بملف هذايا مع هيئه الرقابه الماليه وتجاوزات ماليه اخرى اللي نحب نذكر راهو الفيفا ما معناتها الفيفا ما تسمحش بالاشياء هذيا، معناتها ما تسمحش، وراه وقت يقولوا التدخل السياسي راهو رد بالك، معناتها اليوم ماهوش تدخل هذيا، فما قانون نتاع بلاد وفي مصلحه نتاع بلاد، اذا فما تجاوزات ماليه لابد ان نحاسبوا عليه. هذاك علاش اليوم احنا قررنا انه نترجموا القرار هذا قرار معناتها البحث نتاع الرقابه الماليه، مانيش احنا باش نبعثوه للسلطات المختصه بطبيعه الحال، احنا باش نمدوه للمعنيين بالامر باش هما يرسلوه الى الفيفا وباش نشوفوا معناتها الانعكاسات نتاع الشيء هذا. جوستومون محمود قال كلام على الدوافع نتاعك، يقالوا انه تحركك ربما عداوه شخصيه مع وديع الجري، وفما كلام تقال انه زاد ربما طارق بوشماوي هو المسؤول على تحركات كيما هكا. ينجم يكون طارق بوشماوي، راني ما حاشيش بسبعة ملايين انا باش نترجم هيئه تقرير هيئه الرقابه الماليه، والله ما بينا تحرك يا سي طارق، راهو معناتها اذا انت عندك معناتها مصحه ونوجهوا لك احنا الدعوه، معناتها نوجهوا لك الدعوه بربي تحرك، معناتها كي جا سي طارق بوشماوي يتحرك راهو ممكن هالرساله نتاع الفيفا المزعومه راهي وخرت حتى نهارين ولا ثلاثه حتى نفضوا مشكلة الشابة. مين فارغ هذا؟ واضح واضح. فارغ ما فما حد شيء معناتها ونحب نقول لك راهو معناتها هذا باش نفهمكم توا وخالد راهو لا ناكل في كاي اف سي ولا عندي كرهبة كيا ولا نلبس الكيا بي، معناتها تروا كا هذوما ما عنديش بهم علاقة. واضح. معناتها هذه حكاية فارغة، العداوة الشخصية زاد ما عنديش حتى عداوة شخصية مع السيد العجري، بالعكس معناتها انا نجم الراس المالية من غير مسائل لابد ان توضح، معناتها ما عنديش مشكله حقيقيه، معناتها اليوم فما فضيحه قاعده صايره في كره القدم التونسيه وفي الجامعه التونسيه لكره القدم، مازلنا نتجاوزوها مازلنا نلقاو الحلول الكثيره بسلاح كره القدم تاعنا. شكرا لك محمود البارودي على تدخلك معنا فيما يخص تقرير هيئه الرقابه اللي سيتم ترجمته للغه الانجليزيه. فاصل صغير وراجعين مكملين في سبور ماكس. كل سبت كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل. انا ما درت راب رؤية فام ورد، ما زرت الصغير ما كبرت، وقت اللي انا مبوج يقول لي انت شدرت، كوكي وقال لي مرت صرت اي ام جيتن ها صرت صرت جرماك، خلي الناس الكل تفهم اللي انت جرماك، باك باك يا ريدي تو اتاك وري كليك كلاك راب تشيك 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 سلام دانك افري وي تو ما شاك هذي راب Sweet rap, old school with rap, and we don't stop. Cookie girl, I get 'em up.
بيرما بيرما راب ولا سيرما سيرما سيرما. برنامج الراب الأول في تونس غابور. أحلى ضحكة دبديب دبديب للي حبي فرح لحبيب يا مدام دبديب يا مسيل دبديب. اسكت اسكت دبديب صادم أكاك تحب لعبة جي تشري دبديب. أما ليش لما الفرازة دبديب ليه تجمع دبدوب ما هو مش دبديب مراش زاكش تسمع جمع دبدوب شنو أدبي 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 دبا أدبا دبا أدبا دبا أدبا دبا دبا دبا. سبور ماكس مع إيميل غلانزر. مواصلين مع صراع الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة شؤون الشباب والرياضة والإدماج المهني وانتهاء المهلة وظهور مقال يا خالد أكيد قريت وانت المقال ذا بعنوان الوزير الذي قال لا هل يصمت أوباما الوزارة. حلو ياسر ساعة تشبيه عجبني ياسر أوباما الوزارة أمام توحين الجامعة في نزاع السلطة والقانون. قريت المقال ولا يا خالد؟ قريته أي وفريمون أعطيني نوت. طارق ما في شك في الجودمو اللي يعملوا حاجه. اعطيني رايك رايك في الكونتينو في التيتر في يحكي وقائع هو بعتاش حاجه حكي حاجه موجوده واللي فما تطاحن ما بين الوزاره والجامعه وحاجه عايشينها. اي ابرز ما جاء في المقال هذا يا طارق. انا معناتها وصلت معناتها بما تيسر من المعلومات اللي صار في الريونيون اللي كان حاد شويه نهار الخميس في الليل على عكس انه رينا برشا بلاغات وبلاغات مضاده سيرتو كالعاده نعاود نرجع ما بين الزملاء الصحفيين ولات حتى العباد تحكي على صراع اجيال نحن ابعد ما يكون على الشيء هذايا فما كونفلي ما نعرفش شكون الموقف السليم ما نصفر حتى حد ما بين السيد كمال دقيش والسيد وديع الجري. انه الجلسه كانت باعاز وبضغط نسبي من هشام مشيشه رئيس الحكومه لانه كان التيار شبه مقطع حتى الاتصال ما بين وزير الرياضه ورئيس الجامعه التونسيه لكره القدم. على كل طرف انه جاب معاه معناتها جوقه ولا معناتها ترسانه قانونيه خلينا نقول معناتها للدفاع. واللي نعرف انه السيد وديع الجري جبد الوثيقه هذه راهي ماهيش وثيقه خياليه جبدت وحكاها لكن ما شافها حتى واحد خاطر بقات بين يديه وظهر لي باحتراز نقول يمكن ممكن حتى غدو زاد استظهر بها في حوار مع زميل سمير الوافي في قناه التاسعه. في الاثناء زاد وزير هو تعمل الحوار البارحه مسجله للنسيون. وبحاجه اخرى انه زاد وزير الرياضه دافع على موقفه قال كما كان يحكي محمود البارودي انه ماهوش تدخل سياسي انما مارس صلاحياته القانونيه وانه استاذ مختص زاد في القانون الرياضي وسبق انه ترفع في ملفات عديده كما لافير نتاع حبيب الغريبي. دونك الى حد الان كل طرف متمسك بوجهه الراي نتاعه. وفي الاثناء ظهر لي المعلومه اللي وصلتنا انه الجامعه رجعت في مراسله في ساعه متاخره على الـ على الـ على الوزاره لكن المثير للانتباه انه رسميا ما فما حتى وثيقه ولا حتى بلاغ من الجامعه التونسيه لكره القدم اللي كانت في اقل تفاعل ديما كانت تهبط بلاغات ونشوفوا نحن مالتا حتى في الافير بتاع الشابه كانت بصفه مسترسله كبيره برشا. دونك توا ولا كما صراع نفوذ شكون اقوى فعلا وفما حتى الاطراف لانه بدات تروج كما حكينا قبل بصراحه انه تحوير وزاري مرتقب ما نعرفش هذا مجرد تخمينات في اطار ولا الهرس الاعلامي ولا الضغط شنو يعني لا لا شنو سيتم اعفائه ما قريتهاش انت هذه معناتها الدور معناتها حتى عند الصحفيين ولا ولا التواصل الاجتماعي ممكن اي هذا يبدا بجس نبض وبعد ضغط على الرئيس. سمحت في الجمعه اللي فاتت انه كل وزير ربما يعارض وديع الجري ربما يتم اعفائه وانت قلت هذا على هذا مش اجتهاد مني هذا وقائع نرجع من 2012 معناتها باستثناء المرحوم سليم شاكر ونوعا ما معناتها احمد قعلولي اللي علاقته طيبه وصابر بوعطيه اللي جاء بعد طارق ذياب فانه بقيه وزارات تمت اقالتهم بطريقه او باخرى. ولا هاول المقال سامحني طارق اللي يشاهدوا فيه الناس يتابعوا فينا كل على الباج فيسبوك راديو اف ام والباج اف ام سبور والاي اف ام تي في الوزير الذي قال لا مشى المقال رجعنا المقال بالله مش مشكله اني مثلا قال لا هل يصمد اوباما الوزاره امام التوحيد الجامعة في نزاع السلطة والقانون. مقال على آخر خبر كتبه طارق العصر ما نعرفش أنا وجهة نظر أسامة نحب نشوف زادة سبورتيف معناتها كيفاش يشوف الكونفلي هذايا ما بين وزير وما بين رئيس جامعة. بون أنتم ديما كنت تلاو بالتيران لكن زاد يأثر عليه ماج وسيرتو فزعت الفيفا أمين أنه العباد عقوبة فيفا عقوبة فيفا ما نعرفش أنا هذا هو تدخل سياسي ولا الوزير يقول أنا عندي سؤال شكون يمثل السلطة وشكون يمثل القانون لهنا
المشكل نتاعك حسب رايك شكون السلطه وشكون القانون؟ السلطه هو انت قلت فما يعني سير ولا هو توظيف توظيف للقانون، كل واحد يقول انا عندي القانون. وزير الرياضه قال انا راني ابن القانون الرياضي ومانيش نعمل في التدخل السياسي ونتفاعل معاك بناء على لوائح الجامعه. والسيد وديع الجاري والسيد القانون اللي معاه يقولوا انه تدخل سياسي ادي بنا الى تجميد النشر وهذا ما كانت يعني لمحه في ما نفهم كل واحد عنده سلطه القانون في يده بيان سور، وكل واحد يكيف القانون ويتوعه حسب اهوائه وحسب ديما ثم ثغرات وفما روح القانون. وتقريبا هو صراع برشا ما بين معناتها اساتذه القانون، هو الوزير بيدو معناتها يقري في الكومبيس في المنار، ولد القانون الرياضي زاد واصف جليل زاد مختص قانون الرياضي مطرف في الجامعه، حمد المغربي، هشام الذيب، تقريبا هي جامعه المحامين بامتياز. في الاثناء معناتها نتصور انا معناتها المشهد ولا ممل برشا ولا ياسر اكيد اكيد الناس ناخذ راي خالد مثلا المشهد ولا ممل، كوره ما فماش كونفينمون، تسمع بالمشاكل في الانديه التونسيه الكل دون استثناء يعني سبورتيف لهنا، وضعيه الرياضي اللي يحب يكور يحب يلعب يحب يتفرج في الكوره بون وضع صحي ما نجموا نعملوا حتى شيء في الحاله هذه. لكن راك تشوف توا في اوروبا هم يلعبوا هم يكوروا الامور ماشيه يعني خالد. اي بون مالوريزمون انا ما شكون ما يتمنى باش يكون الوضع هكا، فما حتى حد اكيد. لكن اليوم الحقيقة لازم حسب رأيي فما مصلحة متاع الرياضة في تونس لازم تغليبها. اليوم حسب رأيي التطاحن هذا مش يخرج فايت حتى حد، ماذا بينا شكون فما ديما صوت الحكمة ولا صوت الحكمة اللي هو مش موجود، صوت الحكمة لمصلحة الناس الكل، مصلحة الناس كل مصلحة الرياضة في تونس كسوسوا على المستوى المدى القريب ولا البعيد. القانون الحقيقة مانيش ضالع في القانون، لكن حسب رأيي اللي صاير تاو الكل ما فيت حتى حد. لذلك يظهر لي لازم شكون فما صوت حكمة اللي يكون انترميدير ويطيح التنسيون الموجود. خلينا نكمل انا معك شكون عملت انا في قيس سعيد ربما مرة ولا حكى سي فتح المود الماتر التحليلي انا نسترسل مع كلام خالد اللي مشى للحل العقلاني والمنطقي لان في الشويت نتاع في قضية بوشمامي وقتها هذول فين قضية في النزاع على الترشح الكاب انا في الشويت نتاع المقال كما كان يحكي خالد ما فماش شخصية كاريزماتيك اللي تنجم تجمع توا راهو مهز لانه توصل معناتها الصوت يرتفع ما بين وزير ورئيس جامعه. لكن نحب نقفل حتى لانه اتهم مره اخرى بالاستيفاء خاطر كل ما تنقد الجامعه راك ستادير معناتها راك مدوز من جهه وكل شيء. نتصور ان رئيس الجامعه اذكى بكثير من التصفيف هذا مسنود من جهه كما قلت ولا طارق بوشماوي ولا هذه هي الاتيكيت اللي تقلق برشا معناتها اليوم اسكو معناتها اذا رئيس الجامعه ولا عنده طموح سياسي نهار اخر معناتها اذا اختلف مع انسان في الراي ما نعرفش مش تمشي الكوره خاطر بصراحه نتصوروا اذكى انا بكثير من الشيء هذا وما يتيحش في بعض الاملاءات الجانبيه خاطر شفناهم برشا تو تتكلم تقول انت راك مدوز من طرف اخر. نحب نختم بحاجه واحده لانه تقريبا حسب بك خبرتي واطلاع المتواضع في بلدان متقدمه كرويين عمرنا ما سمعنا باسم الوزير ولا رئيس الجامعه ما نعرفهمش. واضح تدوينه جديده من ياسين العياري اليوم بعنوان ما راي اللجنه الاولمبيه السيد وزير الرياضي اللجنه المكلفه بالرياضه في البرلمان الفيفا في خو رئيس الجامعة يؤثر على الحكام يحاول تغيير نتيجة مباراة شهادة حكم دولي موثقة أمام عدل الشهادة هذا زاد تدوينة ل هذا لافير كانت 2015 لاكسيسيون كانت ما بين اتحاد التوين وأولمبيك مدين ذكرها مليح معناتها نحكي في الحيثيات العامة 2015 طلع اتحاد التوين والسيزون اللي بعده أولمبيك مدين فما اتهامات لانه خرج وقت الحكم الدولي محمد بن حسان وتقريبا بعد عام ولا عام ونص تنحى من الليست وبعدها تزل اللي كونه صار عليه تاثير هذا اللي قاله هو وقت في القضاء. ننتظر تو اثاره الموضوع ملف للمتابعه اكيد ملف للمتابعه. وياسين العياري شفناه كتيف برشا على وسائل التواصل الاجتماعي اعلن حرب على رئيس الجامعه بشكل جلي كره القدم كان ضيفنا لهنا في سبور بلوس الاسبوع هذا يزينا من المشاكل. خالد خلينا نحكيو كوره انت دبيت ترجي توسي خالد اسامه السلام انت خوذ ما عادش تكلم ما نحبش نسمع صوتك من هنا حتى للخمسه. انت دبيت الترجي واخبار الميركاتو الترجي انت دب حارس المنتخب فاروق بن مصطفى رايك في الانتداب خالد؟ انتداب جيد ما فيش شك. فاروق بن مصطفى اليوم حارس المنتخب عنده مده في المنتخب البرفورمانس نتاعو في السعوديه واختيار واحسن حارس مرمى في الموسم اللي قبل اللي فارت ماهيش حاجه مش حاجه هينه. فيه الايجابي انه باش يحير الكونكورنس ما بين معز وفاروق. تعتبر انه ما كانتش فما كونكورنس قبل في الترجي؟
بون معسكر عنده الدوسيو الحقيقه، كان عنده الدوسيو الحقيقه بارابور الاكسبيريونس نتاعو في الترجي سورتو، الاكسبيريونس عملها في الشامبيونز ليج، كان عنده الدوسيو على المنافسين نتاعو. توا اليوم عنده كونكورنس يعني جديه برشا بفاروق بن مصفى، داير هما زوج حراس نتاع الحارس اللي يعتبر قبله في المنتخب. بون زوج بارابور لي دو ماتش الاخرانيين كل واحد خدا طون جو، دونك ما نجموش اليوم فما زوج حراس باهيين بعد ديسيدي هذا شكون له شكون ثاني ما بينهم عند المدرب نتاع المنتخب. كيما قلت لك لو بوزيتيف اللي ترجي باش يربح من الكونكورنس هذايا باش يطلع للمستوى نتاع الحراس اثنين، لو نيجاتيف اللي حارس منهم باش يتضحى به في المنتخب خاطر واحد باش يلعب اوتوماتيكمون الرومبلاسون باش يلقى روحه خارج بلوز او موا مش عارف بوتيتر فما وجهه نظر اخرى اوت من المنتخب فوالا دونك هذا البوان نيجاتيف. لكن فما برشا ترجي باش يربح في الموضوع انه باش يكون فما كونكورنس كبيره ما بين الزوز الحراس هذوما. وسام ما عدبش ما في با يعني نيجليجي الوجود نتاعو خاطر زاد جمهور الترجي اونتر اوتر يحبوا يراو الدبشي في المرمى ويمشي يحكم على المستوى نتاعو. دونك اليوم فما كونكورنس ما بين ثلاثه ولا اربع حراس في الترجي نوتامون يمكن الفوكاليزاسيون باش تصير على معز وفاروق منهم في المنتخب واكسبيريونس اكثر من الدبشي. لكن ما تصورش انه صدقي الدبشي باش ياخذ طون جو مع بوركو با ما تعرفش على الكوره ما تعرفش على الكوره ما تعرفش على الكوره كيما معز طلع فوالا كيما معز جاي من تالي ووقت 19 سنه وكان الحارس الاولاني وعمل دي بيرفورمانس كبار ما تنجمش دبشي كيما قلت لك جمهور الترجي يحبوا زاد يراوه وعلاش لا ياخذ الفرصه نتاعو ويدخل في الكونكورنس هو فاسا حتى وجوده مع زوج حراس هذوما باش يفيدوا برشا خاصه انه الحارس هذا ماري نهش الموسم الفارط صدقي دبشي معناتها تبارك الله عليه تشوف البدن تشوف المستوى تبارك الله تشوف الطول ما شاء الله كما قال لك 194 195 فريمون غباري نتاع حارس معناتها كيما باش نزيد على خالد في امور فنيه مره ما حاب نسمع صوت لا لا خليني انا نستبق الاحداث نشوف انه فما ترانسفير معاذ بن شريفيه تقريبا في الميركاتو الشتوي نتصور انا خروج هكا خاطر تعرف انت متى العلاقه بيناتهم معاذ وفاروق وتحب ولا تكره كل واحد يحب يكون انا معلومه اخرى معاذ بن شريفيه هو اللي جاب فاروق مش جاب معناه لكن اثر على اداره الترجي لا هو ميريتي معناتها حارس ممتاز جدا بحكم الصديقه الكبيره اللي تجمعه بفاروق بن مصطفى ديجا كان حذانا معاذ بن شريفيه هنا في شهر جوان كان ما خانتنيش الذاكره وحكى برشا على فاروق والصديقه الكبيره اللي طلبته به وسام رايك في الانتداب مع العلم كما قلنا انه معاذ بن شريفيه كان وراء قدوم فاروق بن مصطفى للترجي الرياضي التونسي. بون فاروق الناس كل تعرف يعني قيمه ثابته بقى توجه نتاع الترجي الرياضي يعني ما نعرفش انا تو كما قال خالد يعني يظهر لي فما حارس شاب الناس تنتظر فيه تصعب عليه الماموريه شويه يظهر لي يعني الناس كل تعرف يعني كما قال يعني زوز لاعبين في المنتخب صعيب باش 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 يجي يعني ان جون باش ينقذ كل شيء بشد بلاصه يعني بشد بلاصتهم لكن فاروق يعني حتى حد ما ينقص من قيمته كاو هو نادي الافريقي تطلب فاروق بن مصطفى ولا في الميركاتو الحالي؟ والله ما عنديش فكره الاكثريه ما تعرفش ما عندك حتى خبر ما عنديش فكره بون خرجت في اللي يعني في مع انه فاروق بن مصطفى عنده شكوى ضد النادي الافريقي طالب مستحقاته من سنوات يعني تقريبا ما يقارب ال 300,000 دينار يظهر لي فاروق بن مصطفى يطالب النادي الافريقي بمستحقاته وانت كمدرب خالد وعندك مباراه الاولى في الموسم توا درب في الترجي التونسي معز بن شريفيه او فاروق بن مصطفى شكون يلعب الحارس رقم واحد فيك الحق حسيت في سوري عجبتني لو بما هو في بوره وكاسح عليك شكون يخرج منه شكون تلعب فاروق توا ولا معز بن شريفيه صدق الدبش لا هي باش تكون في صالح الاطراف الكل المنافسه لا لا نحب خيار بين فما شوف فما اونترينمون كل يوم باش يوري باش المدرب ياخذ فكره توا في الوضعيه الحاليه توا بعد اللي شفته من زوز حراس مازلنا ما رينا شيء عندهم شهرين راقبين في المباريات الوديه ضد السودان وضد نيجيريا شكون تلعب انت توا ما همش كيف السودان ماهيش نيجيريا دبلوماسيا خالد لا والله لا في الاخر فما مدرب باش ياخذ ديسيزيون فهمت انت كمدرب شنو خلينا نشوفهم ساعه في لي زونترينمون فما دي ماتش اميكو فما دي زونترينمون فما خلينا نشوفوا فاروق سانتيغر با والا لا فما وضع شوف فما وضع خاص في الترجي راه مش اي ملاعب لا 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 فما نقص في الشيء بيان سور بيان سور
انت راجل ما ساهله ولا انتغراسيون في برشا جابت برشا ملاعبي كبار وما نجحوش في جينيرالمون في الفرق الكبيره. فما مش كيما كان ملاعب يلعب في جو هكا انتيم وكل شيء يلقى روحه بريسيون سورتو كي تقول انت راك الاولاني. فما ملاعبيه بتاتر ما عندهمش الشخصيه باش يجاري وهذاك الكل. دونك لهنا وقت للمدرب باش يشوف لي زونترينمون يشوف لي ماتش اميكو ومن بعد سو كي سور الاجدر باش 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 يلعب. نوتون كو فاروق بن مصطفى هكا ولا هكا باش ياخذ الفرصه باش يلعب يعني فهمني باش يلعب من الاول من بعد اما باش يلعب سو كي سور باش يلعب سعودي وحارس منتخب بس باش يلعب معناها جوستومون يعني الفرصه باش ياخذها. اما كيفاش باش يلعب شكون الاول شكون الثاني شكون السيستم باش يتحط لزوج حراس يعني معقده شويه الوضعيه. انا حسب مره هكا وسام شكون الحارس الاول تراه توا فاروق بن مصطفى ومعز بن شريفي اختار معز منطقي اوتوماتيزم يعني ديبيوت سيزون واحد هكا نتصور بعد كما قال خالد يعني بعد بالانترينمون والاخر بالادابتاسيون ويعرف الديفونس اللي قدامه ويعرف كذا وفما نورمالمون ما نعرفش انا شنو كيفاش في الترجي مي نورمالمون يعني زاد حتى المدرب الحراس عنده دور ولا تبيع تصور ينجم هو زاد بيدو يكون عنده راي قرار اكيد باش يكون ما نتصورش خاطر معين باش يكون عينيه على اللاعبين وعلى الحراس وعلى كذا ما نتصور انا من الاول باش يكون معز فيو كما قلت لك يعني الاوتوماتيزم وكذا لكن الحارس ما يستحقش برشا اوتوماتيزم شويه مع الدفاع هكا وماني ماهوش كيما مهاجم هكا توكلان اصعب بوست ما تبدلش عليه برشا حاجات لا خويا لا غلط انيس البدري واتصالات معاه بيراميدز ايضا على الخط الصحافه المصريه حكيت ايضا على عرض من الاسماعيلي انيس البدري اللي تجربته خلينا نقولوا كانت فاشله مع الاتحاد السعودي مع اتحاد جده ربما ما نعرفش عليه شنو صار معناها بالنسبه لانيس البدري اللي هو ملاعبي كونفيرمي ملاعبي جاب القاب للترجي التونسي لم ينجح في العربيه السعوديه خالد. طيب لهنا يوري المستوى نتاع البطوله نتاع العربيه السعوديه مستوى عالي وموش سهل اي ملاعب نجم يلعب فيه في مستوى سورتو الفرق الكبيره من البدري تلقى اقل شيء زوز ملاعبيه سود امريكا ولا ان اوروبيا في مستوى عالي كيف ولا خير منه. دونك اللي ماشي بمنطق اللي هو يعني اي ستار والا البلاصه نتاعو مضمونه بوتيتر يغلط وما يلقاش روحه. ما عرفش انا شنو الظروف نتاع انيس البدري بوتيتر فما حاجات ما نعرفهمش لكن كرويا المستوى عالي غاديك وفما ملاعبيه عنده مستوى كبير برشا حتى على من نيس البدري موجودين بنفس الفريق مع دونك الكونكورونس موجوده برشا. تبقى توا سو كي باري اللي هو الملاعب ما عادش في الاتحاد سخى عقده والله يظهر لي فرصه للترجي انه يرجع ملاعبي واحد من لي بيلي نتاع الموسم نيس البدري يعني يصير لونس مره اخرى ما لقاش خير من الترجي لو ما عادش انا شنو تفكيره لو مازال يخم هو في الامور الماديه اكثر اكثر من البروجي سبورتيف هذه حاجه تخصه هو لكن على المستوى الكروي مع الاغراءات المصريه بيراميد الاسماعيلي لا اسماعيلي شوي كونتر الحقيقه ماهوش فريق اللي عنده برشا امكانيات هو اللي الحقيقه ما انا ما نشجعوش بوتيتر كان يمشي يغلب المصلحه الفرديه نتاعو والمصلحه الماديه ممكن بيراميدز من اغنى الفرق العربيه ونجم يدفع يعني حاجه كبيره ياسر يعني كي يحب المستوى يحب لو فولي سبورتيف وميم تو حتى الترجي اكيد باش يلقى امور ماديه محترمه دونك يولي الترجي يربح فيه لو دو كوتي لو فولي سبورتيف وحتى ماديا النجم يربح. حكينا على البطوله المصريه خالد نعطيكم معلومه اخرى وسكوب هو وايث مجويني 90% في فريق المقاولون العربي التحق بوسيم الناموسي في الجزيره وايث مجويني دونك في فريق المقاولون العرب البدري وعوده محتمله للترجي. بدري كيف كيف يعني لاعب كونفيرمي لاعب يعني ورى في البطوله التونسيه ورى في المنتخب لكن نقول ديما نشوف التوجه ساعه نتاع الاداره نتاع الفريق. انا توا كيما الاسبوع اللي فات يعني فرحت كي رجعوا الثقه لماهر بصغير فهمت. انا نتصور يعني سي المومون الطفل هذا يعني ياخذ فرصته. منيته في النادي الافريقي انت؟ اي لاعب يعني اي لاعب خويا عنده كاليتي نتمناه في النادي الافريقي. ضرب التيتر مليح هذا فهمت.
يمكن خاطر ضعف المواضيع اللي جبتهم انت الجمعه اللي فاتت هذاك على لا لا في هذه بالذات لا قصف ارض جو تنجمش تنجمش فهمت مش قوي يعمل في خدمته بالكدا خلي يخدم لي ما يحكينا انا شوف شوف العمر الساعه نتاع لاعب من مارس قداش عمره بالضبط 90 بدري من عام 90 مواليد 90 30 سنه 30 سنه انا جو فوا هو بيدو باش يخمم المصلحه يعني باش يخمم في الماده اكثر نتصور انا اذا فما موجوده بيراميد لكن ان شاء الله با انا ماذا بيا يعني نشوفوا يعني وجوه جديده يعني حتى المنتخب زاد من بعد وماذا بيا ماهر بالصغير ماذا بيك ترى ماهر بالصغير اللي اداره الترجي اعطت ثقتها عفوا فيه في الفتره الاخيره حكينا على البطوله السعوديه نحكيوا على واحد من محترفينا في البطوله القطريه ايمن عبد النور مدافع فريق ام سلال اللي لعب 3 مباريات حاليا مع فريقه الجديد ومعنا مباشره عبر سكايب ايمن مرحبا بك نسمع فيك ايمن ونشوف فيك زاد مرحبا بجميع المستمعين وخاصه الولاد اللي حاضرين معاك وسامة وخالد مولهي والأصدقاء الأخرين طارق العصادي حاضر معانا زيد مرحبا بي السلام عليكم الكل أيمن قبل كل شيء سأمبركولك على المولودة الجديدة إن شاء الله تربى في عزك البنوتة ساعة والحاجة عايشك بارك الله فيك وميرسي بوكو ما جاتناش الفرصة أيمن ساعة باش نحكيو على انضمامك الفريق قوم سلال علاش اخترت العرض القطري علما انه عرفنا انه كانت عندك اتصالات مع فرق اخرى وحتى عروض جديه على الطاوله. والله صحيح كنت ديجاني كي كنت بحذاك صافي 2 أو 3 موا قلت لك راني عندي 3 بوسيبيليتي يا اليونان يا تركيا مره اخرى يا قطر يا السعوديه. بعد حكيت مع المدرب نتاع مصلال اللي سيريو كل شيء فما بروجي به قاعد يبني في الجمعية ذي جديدة عجبني تفكير المدرب عجبني تفكير جدا رئيس النادي الانفراستركتور في قطر حلوة برشا جيت لهنا باش نعاون صحابي وابونتور جديدة وقطر توا معناها بدلت معناها الكورة معناها تحسنت برشا بالكوب دي مون الانفراستركتور والاستاد اللي موجودين لهنا معناها حاجة كبيرة برشا ديكو جي ديسيدي باش نجي لهنا وصح عامي. ايمن انت ملاعب جاي من الاوروب البطولات الاوروبيه مستانس بجو الاوروب لقيت صعوبه في التاقلم هكا؟ لا ما لقيتش حتى صعوبه معناها الحمد لله يا ربي الاكسبيريونس تاعي عملت 8 جمعيات توا شاك فوا وين نمشي لازمني ديما جو مانتيكر مع الجروب وكل شيء عندي الاكسبيريونس نعرف كيفاش ندخل روحي في الجو الحمد لله تو ايتي بيان تو ايتي بارفي لعبت 3 ماتشات بيان باسي ان شاء الله مازال مشوار طويل مازال ما فما حتى شيء معناها نجم نقوله معناها برشا حاجات لازم تتحسن في روحي وفي الجمعيه نصوم بيان في الطريق الصحيح ان شاء الله نعملوا حاجه ما خير ان شاء الله في المستقبل زاد. كيف لقيت النيفو والمستوى في دوري نجوم قطر؟ والله المستوى طيب برشا معناها كي تشوف كل جمعيه عندها اونتر 5-7 محترف معناها بروفيسيونيل جايبينهم من برا دي بريسيليان دي لاتينوس جوارات معناها يلعبوا من امريكا الجنوبيه دي جوار انت تحكي اسبانيول عاد لاتينوس تلقى جوك معاهم نورمال نحكي وما كنت نعرف اسبانيا ديكو معناها فما دي بريزيليان فما ملاعبيه معناها عندهم امكانيات كبيره ورهيبه جدا لهنا اللي هي ما عادش ياخذوا الملاعبيه اللي يجي ما عادش في قطر تحسنوا برشا حتى لي سيونس دونترينمون تاعهم في نيفو عالي عندهم الامكانيات الماديه والامكانيات موجوده نترينيو معناها سيونس دونترينمون دوم بين ساعه وربع وساعتين غربا الانتنسيتي موجوده قاعدين يخدموا على رواحهم فرانشمون يعطيهم الصحه ويخدم بلاد تخدم على روحها ربي يوفقهم هذاك شنو نقول خالد يحب يتفاعل معاك كان باش يسالك سؤال على المستوى كيفاش لقيته في دوري نجوم قطر تغش عليك فاش انا سالت السؤال تفضل يا خالد اهلا ايمن مبروك ما تزاد لك قبل كل شيء جوست حبيت نسالك على الانتجراسيون كيفاش شريتها بارابور اللي نعرفوا كاريرك انت برسك تعديت كلها في الاوروب اول تجربه عربيه في بلاد سخونه بلوز اوموا كيفاش لقيت الانتجراسيون واسكو قابلت الاولاد سورتو اللي نعرف عندك صاحب
صاحب على الاخر غاديك في قطر اللي هو حمدي الحربي. ونجاوبك على السؤال الاول، كي جيت لهنا لقيت فما برشا لوميديتي. الحاجه الباهيه اللي في قطر يترانيو في الليل، يترانيو معناها مع 6 7 نتاع الليل، حاجه باهيه برشا، عاونت الملاعبيه الكل باش نتفاداو السخان هذيك. الانتيغراسيون عاديه الحمد لله، معناها كل شيء لاباس. ملاعبيه معناها محترفين، ملاعبيه متربيه، ملاعبيه عاقله، يخدموا على رواحهم بيتم معنى الكلمه، يجيو للانترينمون باش يتحسنوا ديما. كل شيء الظروف الكل ملائمه لنا باش نجم تنجح. فهمت هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه تربطني صحيح علاقه باهيه مع حمدي، اول ما جيت تكلمني تقابلنا 4-5 مرات، اصحاب برشا. البارح برك كنا في التليفون، زيدا لعب ضدو زيدا ماتش، دونك بيان باسي، كل شيء لاباس. هاي من البنية التحتية اللي تمتاز بها قطر. أكيد تاو مشرهتك باش تكون حاضر باش تلعب كأس العالم 2022. ومن سؤالي هذا، المنتخب أيمن آخر ربما الاتصالات مع مدرب الكبير، نعرف أنه ما تمتش دعوتك في التربص الأخير، خاطر خلينا نقولوا ما زلت تتم في إجراءات تعاقدك مع أم سلال القطري، لكن وين واصل معناها مشوارك مع المنتخب في الفترة الحالية؟ وصلت على ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال لعبت بريسك 60 ماتش مع المنتخب الفرنسي، هذه حاجه. ثاني حاجه، ماني من عمري 13 سنه واني موجود في ليكيب ناسيونال في تعديد بالاصناف الشابه الكل. ليكيب ناسيونال عائلتي تربطني علاقه طيبه بالستاف التكنيك هذا، وستاف زاد ادمنستراتيف معاه في 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 رولاسيون معناها اكستراوردينير. كل شيء لاباس، كل شيء موجود. موجود اذا كان ليكيب ناسيونال حاجته بايمن عبد النور باش نكون جندي من جنود المنتخب ونجي مع اصحابي نعاون. كان ما فماش دعوه، جو سخي توجور لو بروميي سيبورتير دو ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال سي مون بي، بلادي. كان تستحق ايمن عبد النور باش يكون موجود وباش نحارب معاهم في الماتشوات ونكون انسان معناها بوزيتيف واللي اقصى درجه. فهمت يعني ما كانتش فما مفاهمه ربما في الترابس الاخر انه يخليوك تتم اجراءات تعاقدك وتنستالي روحك خلينا نقولوا في قطر ثم دعوتك في الترابسات القادمه. أخذر لاني بعد ما صححت كان فما اتصال بيني وبين سيمون ذر الكبير يتابعوا في الماتشوات، يتابعوا في السيونس دونترينمون، مش قلت السيونس دونترينمون، يتابعوا في التنقلات نتاعي، سواء مشيت لتركيا ولا مشيت لقطر. دونك قلت معناها هي راهو كي الكوره سهله، سي لي جوار معناها اللي عندهم كومبيتيسيون في السفر وقاعدين يقدموا في مرتو طيب يلعب في قطر ولا في فرنسا ولا في المانيا في اي بلاد باش يكون موجود في ليكيب ناسيونال اذا ستاف تكنيك حاجته به. ما فما حتى شيء خايب في ليكيب ناسيونال، كل شيء بوزيتيف 100%. فهمت؟ كان ليكيب ناسيونال حابه الملاعب مهما تكون قيمته باش يجي ويعاون اصحابه ويكون كما قلت نعودها اللي تعلمتها من صغير، يكون جندي من جنود المنتخب. اي من ظهرت بعض الاخبار وقت صححت تقول انه كنت مصاب وانه الصفقه باش تيح في الماء وسيتم فسخ عقدك. هل تعتبر ربما فما بعض الاطراف حابه تشوش عليك ربما انتقالك للدوري القطري، خاطر تبين انه انت في صحه جيده وهك تلعب توا لعب 3 ماتشات ما شاء الله؟ بون أبصر أمين، إني أول ما جيت لهنا المفاهمة كانت سهلة برشا من اللي يعني كنت في باكونس. تكلمت مع رئيس النادي، تكلمت مع المدرب، حكيت مع ليزاجون تاعي، كل شيء كان ساهل وكل شيء كان مسطر معناها. فهمت؟ جيت لقطر عملت 2 semaines confinement. الدوزيام سيمين تاع الكونفينمون ترانيت مع بريباراتور فيزيك. Tout était bien. J'ai fait une visite médicale, ça va, tout va bien. Bad, direct, j'ai entamé mon premier entraînement à Ati. Ça a été contre ton thé, ma femme a été alhamdulillah. À l'akhbar, je t'ai dit à l'akhbar, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que 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 tu
صححت بعد ما صححت وعملت 2 و 3 انترينمون سمعت سفري فما شكون قال راهو ايمن عنده هكا مصاب شنو، لكن ما فهمش منها نكذب الشائعات هذه الكل، ما عندي شيء لبس. طارق العسادي حبيت فعلا معك. مرحبا ايمن. اولا لازمنا نسالوا ساعه مادامك جات الفرصه على الاتوال، اكيد انك تتبع تو في التطورات وماكش في معزل، والجمهور يعني برشا كلمتك خاطرك من العباد معناتها نادرين الملاعبين اللي خرجت ومازال عندهم معزه خاصه عند الجمهور. كيفاش ترى انت التطورات الكلام اللي نسمع على زوبير ولا زياد الجزيري كريم حقي معناتها فؤاد الشتالي الى سامي هذوما كل تقريبا في اطار مصالحه او هكذا تعرفت في الكواليس، شنو المساج اللي تعديه سيرتو انه فما شويه اضطراب اداري في الاتوال مقارنه برصيد بشري محترم وانت كوارج تعرف زملائك شنو النيفو نتاعهم، شنو المساج اللي تنجم تعديه طول هذايا وشنو رايك في مشروع المصالحه اللي صايره؟ بيان سور اني جو سوي انتوري معناها بالجمهور بالنسبه لهذا الساحلي وقاعد نقرا ونتبع شنو صاير في النجم، النجم الساحلي عائلتي تربيت فيها، نجم الساحلي مدرسه كبيره في افريقيا، طلعت برشا ملاعبيه كبار ومش معقول اللي يصير فيها توا. بون زاد الكوفيد عمل فينا الكوفيد كورونا معناها عملت في 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 بلادنا برشا وخاصه الجمعيات زاد فينانسيرمون كل شيء. بون الاتوال تمر بظرف صعيب شويه، فما نقص في ستاف تكنيك، فما اداريا زاد ملخبين شويه المسؤولين، لكن اذا كان فما مصالحه واذا كان فما كيما نقولوا لم الشمل نتاع المسؤولين القدم وجدد باش يقعدوا ويتفاهموا باش يحطوا يد في اليد لمصلحه النجم الرياضي الساحلي، هذه حاجه باهيه للجمهور النجم الرياضي الساحلي، على خاطر الجمهور حاجته بستابيليتي وحاجته باللي النجم الرياضي الساحلي ديما تكون الفوق وجمعيه كبيره ما يلزمش يصير فيها هكا. لازم اللي حاضر مرحبا به يجي ويعاون النجم الرياضي الساحلي، وما ننساو زاده اللي حاجه تري تري امبورطون اللي عندنا رئيس لازمنا نحترموه ولازمنا نكونوا معاه ولازمنا نساندوه. قاعد يحط في برشا فلوس النجم الرياضي الساحلي، قاعد خاسر من صحته خاسر من ماله وكل شيء باش يفيد النجم الرياضي الساحلي، ما يلزم ديما فما واحد يقود السفينه كما نقولوا، ما يلزمش ثلاثه ولا اربعه، لازمنا نحيطوا به نقولوا له كلام باهي نشجعوه ونحترموه، خاطر جو سوي سيغ سارتان كان الرئيس نتاعنا اللي هو سيدي اشرف الدين كان نكون وراه ونقولوا له كلام باهي مع الامكانيات الماديه اللي عنده ربي يزيده، ينجم يفرح جمهور النجم الساحلي برشا وينجم يجيب ملاعبيه دو فالور. وحاجه بركه اللي نقولها اللي هو تري امبورطون، لازمنا نكون وراه ونشجعوه ونحترموه ونقولوا له ديما كلام بوزيتيف باش هو تكون عندك الشحنه المعنويه هذيك ويفيد النجم الرياضي الساحلي بالامكانيات اللي عنده. شكرا لك ايمن على قبولك التدخل معنا وان شاء الله حظ سعيد في مشوارك مع فريق ام سليل القطري والمنتخب الوطني التونسي، نشوفوك ان شاء الله مع المنتخب في كاس العالم 2022 في الاراضي القطريه وكنت تمشي تسبق غادي واحنا نخلطوا ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بك. عايشك ايمن ومشكور على تدخلك. دونك المغامره جديده من عبد النور في دوري نجوم قطر، خالد وش هو اللي اختاروا حسب رايك؟ بون بارابور العمر بارابور للفتره اللي ما قعدش لقعد فيها ما لعبش، دونك ينجم يكون البطوله اللي باش يكمل بها كاريرو، خاطر ايمن عبد النور اليوم 31 لازم واحد زاد يكون اوبجيكتيف. مش بعد قطر باش ترجع لاوروب سا سي سور، يكون مرحله باهيه باش يكمل بها الكاريير نتاعو يعني اون بوتي، فهمت؟ باقي يظهر لي النجم يكون في يعني يكون عنده دور في المنتخب بالاكسبيريونس اللي عملها، لكن لو شوا هذاك هو يعني احنا تعدى بالمراحل كل لعب في المستوى العالي نتاع اوروبا طاح للمستوى نتاعو شويه، اليوم يلقى روحه في بطوله نحبوا نذكروا محترمه كيما البطوله السعوديه باش يلقى تون جو نتمناو القطري ولا نتمناو له كان ان شاء الله يسور لانس علاش لا يلقى روحه مره اخرى في المنتخب. كان تحب تمشي لقطر، عندي وكيل اعمال ناجح يعني ما شاء الله عليه عنده لي بوس الكل وشيفر نتاعو الكونت بونكير فيه 7 شيفر ما شاء الله،
ويخدم حاشيل وفي خدمه اش قال اسامه سلامي صح وما يبيعوش تعالوا كان يملي فينا اسامه يحب يقول حتى شيء اسامه تعليقك اسامه للثراء الفاحش نتاع زميلنا المتغايب علينا تو الحصه الثالثه على التوالي تعليقك اسامه ربي عينه ربي يزيدوا مش ربي عينه ربي يزيدوا اللي هم لا حسد راهو يسمع فينا ذيك تحيه كبيره لي ان شاء الله يرجع لنا الاسبوع القادم شكرا ليك اسامه السلامي خالد الملهي طارق العصاري قيس بنينه في الاعداد كجة في الاخراج وين في الاي اف ام تي في احنا نتقابلوا معكم كيف العاده نفس الموعد السبت الجاي الماضي 3 للخمسة في سبور ماكس باي باي وبون ويكاند